يحلوا واحد التطبيق باش نبينوا الفائده ديال مباراه العزوم اذا في حل هاد التمارين. لاحظوا لدينا عارضه اذا بحال شي عصا طولها او ا طولها اذا هي او ا طولها ال اعتبروها انا ال يعني من هنا حتى لهنا ال وكتلتها ال تساوي 600 غرام قابله للدوران. لاحظوا اذا كانت هذه هي العصا ديالي هكا ومحور الدوران الجاي هذا اذا قابله للدوران بهذا الشكل واش مفهوم قابله للدوران بدون احتكاك حول محور افقي ثابت دلتا يمر بالاو نثبت بواسطه ديناموميتر. لاحظوا واحد فواحد اللحظه معينه وهو كيدور صافي كنخليوه حتى كيوقف وكنشدو واحد الديناموميتر هنا كنفيكسيو وكيكون الجسم في حاله توازن راه هو قابل للدوران ولكن في واحد اللحظه معينه في حاله توازن. اذا بواسطه الديناموميتر ا للعارضه حيث يكون زاويه بيطا 3 درجه. اذا هنايا كاينه عندي الزاويه ما بين محور الدوران وهنايا هي 30 درجه. اذا بتطبيق مبرهنه العزوم احسب شده القوه التي يطبقها الديناموميتر على العارضه معطي جي تساوي 10 نيوتن على كيلوغرام. اذا هنايا كونه عطاك مبرهنه العزوم بتطبيق راه عطاك واحد 10% ديال الاجابه يعني راه خاصك تفكر ان يمشي عقلك ديريكت انه راه غادي تخدم بهذه اللي هي مجموع العزوم بالنسبه للمحور. اذا هنايا كتساوي صفر يعني راه غادي تخدم بهذه. اذا هذا راه الرمز ديال الجمع يعني اذا عندك ثلاثه كتجمع ثلاثه عندك اربعه ديال العزومات هنا عزم قوه واحد قوه جوج قوه ثلاثه قوه ثلاثه قوه اربعه كتجمعهم واش فهم الى اخره. اذا هذا كيبطل نص وما شحال واحد كيشوف هذا الرمز كيدوخ راه بسيط. اذا مثلا عندك نتايا لاحظوا باش نديرو تذكير باش نحيدوا هذا الارتياب ديال هذا الرمز هذا عندك مثلا اي واش شوفوا بسموها اي وكتب لك هنايا اي تساوي صفر حتى الاي تساوي 4 واش مفهوم وعطاك هنا تساوي 3 اش كيعني هذا راه والو راه بحال الا اعتبروا ا صفر مادام قال لك اي تساوي صفر زائد ا واحد زائد ا اثنان زائد ا ثلاثة زائد ا اربعة تساوي 3 انتبهوا. اذا بتطبيق مبرهنه العزوم بغينا نلقاو شي دار كيطبقها هاد الديناموميتر. اول حاجه ملي كنبغي نخدم مبرهنه العزوم اول حاجه كنشوف هو اشنو كندرس هنا اشنو كندرس هنا هو العارضه. اذا المجموعه اذا مزيان يكون عندك النظام مفهوم المجموعه المدروسه هي العارضه واش مفهوم. اذا هاد العارضه شحال من قوه كتخضع ليها اذا هنا كديروا جرد القوى جرد القوى شحال من قوه كتعرض ليها. اول حاجه بعدا ما تنساهاش بما ان هاد العارضه عطوها كتله يعني ماشي كتله مهمله فبالتالي هناك تاثير الوزن. اذا كنديروا نقطه تاثير جي هنا بي تاثير وزن العارضه ثم شي قوه اخرى بانت لكم هنا طبعا تاثير الديناموميتر. اذا انا هذه نسميه الديناموميتر نسميه تي ونقطه التاثير عندي هنا في ا. اذا هذه ندير ا تي تأثير الديناموميتر مزيان. ثم هناك قوة أخرى لما نسواش هو تأثير المحور. لولا هذا المحور كانت العصا طاحت لينا. إذا هذا المحور كيلعب دور ما عمرك تنسى تأثير المحور. إذا تأثير المحور إذا هنايا جاي في النقطة أو غادي نسميه أو وندير ليه إر. إذا تأثير المحور واش كاينه شي قوة أخرى؟ ما كاينش شي قوة أخرى، إذا ثلاث قوى، إذا هنا بتطبيق، لاحظوا، بتطبيق مبرهنة العزوم لجسم قابل للدوران في حالة توازن. اذا انتبهوا هنايا في حاله التوازن اشنو كنديروا كنديروا العزوم كنبداو بهذا. اذا كنديروا ام لاحظوا دلتا اذا بين قوسين شنو هي القوه عندي هنا بي ما نساش سهم هنا راه كندير سهم زائد العزم الثاني ام دلتا بين قوسين تي زائد العزم الثالث ام دلتا بين قوسين ار ولكن تساوي صفر طبعا. اذا ولكن قبل ما نحل هنا اولا كنشوف واش عطوني المنحى الموجب ديال الدوران ما عطاوش ليا اذا انا حر نختار اللي بغيت نقدر نعتبره لهاد الجهه ولا نعتبره للجهه المعاكسه مثلا انا نعتبره هنا. اذا مزيان حنايا هنايا عطونا العزم. اذا اول حاجه خصني نعرف ان العزم ديال المحور
الدوره ديما الصفر. علاش؟ حيت هو دايز في محور الدوران. اذا حنايا ملي كنبغيو نحسبوا العزم كنقولوا ان العزم ديال قوه معينه اف كتساوي ليا الشده مضروبه في الدي. شناهي الدي؟ هي المسافه بين هاد خط التاثير ديال هاد القوه والمحور. ولكن حنا عندي القوه كاينه في المحور نيت، اذا هاد العزم يساوي صفر. اذا هادي تهنيت من وحده، ها هي تساوي صفر، بقات ليا هادي وهادي مزيان. اذا اش كيساوي؟ اذا بعدا نجيو التاثير النابض، هو هذا سميناه التاثير النابض. اذا بنظركم هاد النابض واش القوه اللي كيطبقها دايره بحال هكا؟ شوفوا مزيان، اذا غنديرها بلون مغاير. اذا هاد القوه اللي كيطبقها بنظركم لاحظوا واش هي في نفس المنحه اللي اعتبرت هنا موجب ولا في المنحه المعاكس؟ لاحظوا اذا الى شفتوا مزيان راه الى جبت هذا راه بحال الى اشنو هو الى ولا الديناموميتر اش كان غادي يطرى؟ كان طبعا غادي يطلع صح هذا الدور في المنحه الموجب كطلع صح غادي تكمل الدوره ديالها. اذا الديناموميتر كيقوم بواحد العمليه معاكسه، اذا هنا كنعرفوا انه عكس المنحه الموجب اللي اعتبرته، اذا كنحط ناقص ديالي هنا. ثم الشده تي هي اللي كنقلب عليها ما عرفهاش، والمسافه بين محور الدوران و تي شنو هي المسافه؟ مزيان. اذا هنا خصنا نتذكروا بعض الاشياء ديال الرياضيات اللي كنا شفنا هنايا، انتبهوا مزيان. عندي هاد القوه كاينه هنا، شفتوها؟ ها هي دايره بهذا الشكل، واش مفهوم؟ وعندي هنايا واحد الخط العريضه اللي هي ال، وعندي هنايا طبعا محور الدوران ها هو راه جاي عندي هنا. اذا انا بغيت المسافه بين هذا المستقيم اللي جاي عندي هنا وهذا المستقيم اللي غادي هنا. اذا في هذا المستقيم اللي جاي هنا كنعتبره بحال نقطه لانه جاي عندي، وبالتالي بغيت المسافه بين هذه النقطه هذه وبغيت وهذا خط التاثير هذا. اذا شنو هي المسافه طبعا؟ اذا قلنا حنايا المسافه بين المستقيم والنقطه هو الاسقاط العمودي. اذا الاسقاط العمودي، اذا انا باش نحدد ذاك الدي، اذا داك الدي اللي كنقلب عليه اللي هو المسافه بين خط التاثير ديال القوه والمحور الدوران فانه هو هذا. اذا عفوا اذا فانه هو هذا. اذا اش عارف انا؟ عطيني ال، هذا علامه استفهام ما عارف واش هو اللي كنقلب عليه، هو المسافه اللي خصنا نعوضها هنا. مزيان. عطيني بيتا تساوي 30 درجه، ايوا شنو هي العلاقه اللي ما بين هذا و ال؟ شنو هي العلاقه؟ اذا فكروا مزيان، اذا العلاقه راه باينه واش هي كوسينيس. علاش؟ شوفوا مزيان، كوسينيس بيتا هذا راه بحال مثلث قائم الزاويه، كيساوي ليا انا باش ندير لكم اكس، كنتعامل معكم هكا باش تفهموا مزيان، علامه استفهام اللي كنقلب عليها مقسوم على الوتر. اذا هذا المجهول اللي كنقلب عليه اللي هو علامه استفهام شنو هو؟ هو كوسينيس بيتا مضروب في ال، او بمعنى اصح ال في كوسينس بيتا. اذا لاحظتوا اذا ال في كوسينس بيتا هي المسافه اللي كنقلبها هنايا، واش مفهوم؟ اذا انا يمكن ليا نعوض هاد التي اللي كنقلب عليها ب ال كوسينس بيتا. اذا هادو راه خصكم تكونوا فاهمينهم مزيان. اذا نجيو دابا لبي، شحال من واحد كيشوف بي اللي هو تأثير الوزن كيصحابو دايما واش العزم ديال الوزن كيساوي صفر؟ ماشي دايما، حيت معظم التمارين كيجي محور الدوران بواحد الطريقة مع الوزن، وديما معظم التمارين كيكون فيهم العزم ديال الوزن صفر، ولكن راه ماشي دايما. لاحظوا مزيان هاد الحالة اللي عندي هنا في هاد التمرين التطبيقي، عندي الوزن داير بهذا الشكل، شوفوا مزيان شاقولي أو رأسي نحو الأسفل مع مركز الثقل ديال الجسم اللي كان عندي في الوسط ديال العريضة. إذا أنا غنعاود نرسم لكم هنا، شوفوا مزيان، إذا غنرسم بالمسطرة، إذا لاحظوا مزيان، عندي هنايا العريضة ال، هاهي، واش مفهوم؟ وجيت حتى الوسط ديال العريضة، ورسمت بي ديالي، اللي هو رأسي، وجاي مباشرة ها هو بي، وبغيت أنايا، وهنا عندي محور الدوران دلتا، جاي لعندي لهاد الشيء. وبغيت انا المسافة بين هاد النقطة وهاد خط التأثير، إذا خط التأثير كنمددو، لاحظوا إذا كنمددو، إذا خط التأثير باين هو المستقيم المر من المتجهة،
واش مفهوم؟ اذا شنو هي المسافه بينها تخطات لهم النقطه تقول لي عاوتاني هو الاسقاط العمودي. لاحظوا هو الاسقاط العمودي. اذا السؤال ديالي واضح كيفاش هنلقى هاد المسافه؟ اذا هاد علامه استفهام اخرى عاوتاني ليا. اذا هذا هو المشكل اللي في العزم، غير تحدد هاد المسافه. اذا بي راه هي بي كنحطها هنايا كتبقى لي عاوتاني ديك المسافه كيفاش هنلقاها. اذا كيفاش هنلقاها؟ اش عاطيني هما؟ عاطيني ان هنايا كاينه بيتا، واش مفهوم؟ وهنا ومن هنا حتى لهنا شحال؟ ال على جوج، حيت جايه في النص غتكون هنا ال على جوج. لاحظوا وهاد المسافه اللي كاينه هنايا اللي كنقلب عليها راه هي نيت هاد المسافه هادي، واش مفهوم؟ نفسها واضح. اذا هاد المسافه هاد المسافه حيت الاسقاط العمودي هنايا. اذا هنايا بحال الا عندي مستطيل، واش مفهوم؟ اذا انا كنبحث عاوتاني هنا، اذا راه بحال كنبحث هنا شنو هي العلاقه؟ شوفوا الزاويه بيضه فين كاينه. لو انني كنبحث على هذا غنفكر في كوسينس، حيت هاد الجوج كيكادريو الزاويه، عندي الوتر وعندي هاد الضلع، اذا شنو غنفكر؟ غنفكر في سينيس. اذا شوفوا سينيس بيتا كيساوي هاد المسافه شنو هي؟ ال على جوج، لاحظوا كتكون في التحت اللي هي الوتر، ال على جوج، وهاد علامه استفهام اللي كنقلب عليها ها كاينه هنا، واش مفهوم؟ اذا هنايا عندي علامه استفهام على ال جوج. وكنبحث انا على هاد علامه استفهام شكون هي؟ اللي هي اكس كتسميها ولا اللي كتشرب بحال الوسخ ديالك فاش كتخدم هاد الشيء. اذا كتساوي لي ال على اثنان مضروبه في سينيس بيتا، واش مفهوم؟ وما تنساوش ان هاد بي هذا الا شفناه مزيان راه كيطبق واحد القوه في نفس المنحه ديال الدوره اللي اعتبرته موجب. لاحظوا شفتوا اذا كيبحال الا كيد هو اللي يعني لولا الديناموميتر هاد الوزن هو اللي غادي يدي العصا باش يرجع يدور في المنحه الموجب. اذا كنخليه موجب كما هو وكنضرب في هاد المسافه اللي لقيت اللي هي ال على جوج اللي كنقلب عليها ال على جوج سينيس بيتا. اذا هذه هي الدي ديالي في هاد الحاله، واش مفهوم؟ ملي حطيت كلشي كيبقى السؤال ماذا ابحث؟ احسب شدة القوة التي يطبقها الديناموميتر. إذا أنا أبحث عن أنا أبحث عن هذا اللي هو تي. إذا كيفاش هنلقى تي؟ بكل بساطة لاحظوا هنا بحال معادلة. إذا هاد ناقص تي هاني خليتها في الوسطى، ناقص تي ال كوسينيس بيتا إذا تساوي صفر على صفر. إذا هذا اللي هو بي مضروب في ال على جوج سينس بيتا هاد تي لهاد الجهة اللي تولي ناقص بي ال على جوج سينيس بيتا، واش مفهوم؟ اذا بلاتي اذا هاد بي هذا راه معطوهش ليا في التمرين. اذا باش نعوض على بي تاثير الوزن، بي تساوي ام مضروبه في جي. اذا هنايا كنديرو ناقص تي ال كوسينيس بيتا تساوي ناقص راه ام فوا جي فوا ال على دو سينيس بيتا. راه كنمشي معاكم بشويه بشويه ما بغيتش نقص المراحل مزيان. اذا عندي انايا عندي هنايا ام على جوج ال على جوج سينس بيتا، اشنو غادي ندير هنا؟ غادي نتخلص من هاد الناقص، ها هو، واش مفهوم؟ كتبقى او هاد ال على جوج هاد تي هنا كاينه عمليه ضرب غتولي قسمه. في نهايه المطاف غادي نحصل على تي تساوي ام جي ال على جوج سينس بيتا مقسوم على ال كوسينيس بيتا، ال كوسينيس بيتا. اذا انتبهوا مزيان، اذا هنايا غادي نلاحظ ان هاد على جوج الا شفتوها مزيان ال على جوج راه يمكن لي نمسح هاد على جوج غادي تنزل لهنا، حيت ال على جوج غادي تنزل هنايا، واش مفهوم؟ ثم هاد ال مع هاد ال راه غنختزلها غادي تمشي. ايوا سينيس بيتا على كوسينيس بيتا شنو هي؟ هي طونجونت. اذا كتساوي لي في نهايه المطاف ام جي على جوج مضروب في طونجونت بيتا. اذا بعمليه حسابيه بسيطه، اذا كنديروا تطبيق عددي، اذا ام 600 غرام كنحولها لكيلوغرام اللي هي 0.6، ثم جي عطوها لينا 10 نيوتن، ثم على جوج اذا باينة مضروب في طونجونت ديال 30 درجة، تقريبا عملية حسابية بسيطة 1.3
73 نيوتن. لاحظتوا اذا هنايا نتمنى ان في هذا التمرين نكون وصلت لكم الفكره شنو هي كيفاش غتخدموا بمبرهنات العزوم. اذا نلتقي في فيديو اخر اشرح فيه عزم مزدوجه القوتين ومزدوجه الليل. ما تنساوش تتابعونا في القنوات ديالنا.